وزاره الثقافه، والحقيقه كان في اشراف مهم ودقيق من الدكتوره نيفين الكيلاني وزيره الثقافه على مدار العام، واولت ثقه في هيئه الكتاب ومتابعه، وعمل بدا من شهر مارس الماضي اختيار ضيف شرف استثنائي مملكه النرويج لدلاله ان مصر منفتحه على الثقافات الانسانيه بشكل عام، وتخاطب ثقافات غير معروفه بالنسبه للشارع المصري، بالنسبه للقارئ المصري، لان هذه هي طبيعه مصر، طبيعه الحضاره المصريه، الطبيعه التي تتلاقى دوما مع الاخر، صح. التي تنفتح على كل الثقافات الانسانيه. فيتم اختيار النرويج، والنرويج ان شاء الله هتكون موجوده ببرنامج ثقافي، تم التعاون من اجل ان يكون هذا البرنامج مصمم لهذا السبب، سبب التلاقي الثقافي وانتاج الثقافه مره اخرى. وهم يعلمون جيدا في الحقيقه، وقالوا ذلك، ان مصر هي البوابه والمعبر الى الثقافه العربيه والثقافه الافريقيه. لازالت الناس فاهمه ومؤمنه وعندها يقين بده. حضرتك اكيد في سفرياتك بره بتشوف عندما تذكر كلمه مصر، فالناس دوما تتذكر الحضاره المصريه القديمه. طبعا. لماذا؟ لانه لا توجد بلد في علم سمي باسمها الا مصر، ايجيبتولوجي، علم المصريات، مفيش بلد تانية تعمل معاها ده. هذا العلم، هذه الحضاره، كانت ركيزه اساسيه في رؤيه معرض القاهره الدولي لكتاب هذه الدوره.